التسوية، لا يمكن تحقيق أي ثمار للتنمية بدون عملية استقرار سياسي جوه منطقتنا أو بداخل منطقتنا، خاصة في الملفات التي لمصر فيها تأثير واسع، خاصة القضية الفلسطينية، الملف الليبي اللي قلنا هيكون محل نقاش موسع وسيشارك فيه السيد الرئيس، الوضع في اليمن والعراق وسوريا والقضايا الإفريقية أخرى، الحل يعني قضايا النزاعات في المنطقة وفي إفريقيا.